أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، أدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين في المسجد، وإلى اقتحامات من قبل المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين. جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة مصر بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على حرمة المسجد الأقصى. وأكد المجلس على رفضه وإدانته لكافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.